اخواني في الله، السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد على قناة فكرة ديكور. الابواب هذه، الباب هذايا اليوم ان شاء الله مش نركبوه مع بعضنا. الباب هذايا هو من الخشب والامداف ميكست مع بعضهم، يعني اذا كان نشوفوه من الداخل انا قطعت منه شوية في الطول لانه جاني طويل شوية، كما تشوفوا في الداخل هو خشبي، يعني من الداخل خشب كما تشوفوا. ولهنا عنا ورق الامداف من فوق ومن تحت باللون اللي نحبه عليها احنا. انا لهنا اللون اخترته هكذا حتى يتماشى لي مع لون ورق الحائط اللي هو هذايا لهنا. ابواب هذه يا اخواني ارخص بكثير من الابواب الخشبيه، وكذلك المعالجه نتاعها اقل في التعب من الابواب الخشبيه اللي لازمك دائما تصبخها وتقوم بالطلاء نتاعها وغيره، وما تتحصلش على جميع الالوان. لهنا تتحصل على اي لون واي شكل، لانه هناك ما تشوفوا فما شكل الخشب. الابواب هذه سهله ياسر في التركيب، وكذلك للناس اللي ماهيش متعوده وما تعرفش طريقه التركيب ودائما تتعب في عمليه تركيب المفصلات وغيره وكذا، لانه لازمها حفر في الخشب ولازم يكون دقيق وجميل. مش نوريكم كذلك المفصلات هذه اللي هي تتسمى مفصلات الفراشه، لاي شخص يقدر يركب بها الابواب هذه بدون ان يحفر مكان للمفصلات في الباب، فقط بيحفر مكان القفل اللي هو موش صعب على الناس. بارك الله فيكم ونبداو الفيديو نتاعنا. اول حاجه نعملها كما تشوفوا هي اني نقوم بقياس المكان اللي مش يركب فيه الباب واطار الباب. اخذت المقاسات، اموري واضحه باش نعرف كيفاش مش نقوم بقص الاجزاء الهيكليه اللي هي لهيكل الباب اللي مش تشوفوها الان ان شاء الله. هذا هو هيكل الباب، هيكل الباب وجميع القطع الاخرى تجي مع الباب على شكل يعني كومبليت كامل. عملية قطع أجزاء الهيكل تتم بالطريقة التالية وبالمقاسات التالية. أول حاجة الوحدات الجانبية اليمين واليسار في الهيكل اللي يركب في وسطهم الباب دائما يكون طولهم في الأبواب هذه نقطعهم أطول من طول الباب اللي عندنا بستة مليمتر، يعني لو الباب 2 متر نقوم بتقطيعها 2.6 2 متر 6 مليمتر. بعده الوحدة العارضة اللي تجي أفقية اللي هي في الأبواب هذه تركب من فوق العوارض الجانبية، يكون طولها دائما عرض الباب اللي عندي. انا مثلا هنا عندي الباب ستوندار 60 سنتيمتر، نضيف له عرض الهيكل اللي مش يجي من اليمين اللي هو عندي 2.5 سنتيمتر واللي من اليسار 2.5 سنتيمتر، صاروا 65 سنتي 60 مع 5 اضافة اليهم 5 مليمتر للفراغات. كما تشوفوا عملية تجميع الهيكل نفس الشيء، نقوم بعملية وضع الاجزاء الجانبية فوق منهم كما تشوفوا لهنا، تغطي عليهم من فوق الجزء العلوي اللي هو الأفقي، ونقوم بتثبيته كما تشوفوا بواسطة زاوية 90 درجة باش يكونوا مستويين، ونركبوا كذلك بعض العوارض الوقتية من تحت بنفس المسافة باش يقعد الباب مستوي لحد ما نركبه في مكانه في الهيكل باش ما يتعبنيش معاه. لهنا كما تشوفوا نقوم بتركيب الهيكل لانه جاهز وماسك بالعوارض اللي تكون هي اعرض من الباب كما تشوفوا. اذا كان الحيطان عندي مستوية طوالي بتلصق على الجدران بتخلي الباب مستوي بدون ما نتعب، شفتوها طوالي بتلصق تلصقها هي تحط الباب مستوي واموره واضحة. ونبدأ عملية التثبيت. عملية التثبيت لهنا نثبت بالبراغي لان مجهزين من قبل المكان اللي يركب فيه الباب كله بالخشب وبالحديد اللي يركب فيه الجبسن بورد. اذا كان انتم عندكم ياجور او غيره تقدروا تثبتوا باللي تحبوا عليه انتم، لانه فيه مكان اللي في الوسط لهنا في الهيكل اللي بنشوفوهم بعد لما نقوموا بتخطيطه، المكان هذايا خاص لتركيب الباب بالبراغي لانه من بعد بيتغطى ويتقفل وما يظهر حتى برغي. ولهنا اخواني خلاص بعد ما كملت تركيب الهيكل كما تشوفوا نمر الباب نتاعي اللي يجي كذلك في الكرتون والبلاستيك هكذا، نقوم بسحبه ومش نقوم بتركيب القفل وتركيب المفصلات الفراشة. هذه المفصلات اللي تسمى مفصلات الفراشة، المفصلات هذه بتسهل عليكم العمل هذايا 1000%، بتخليكم ما تحتاجوش انكم تقوموا بحفر الباب جملة لتركيب المفصلات، فقط تقوموا بتركيبها الناحية الأولى اللي هي هذه على الباب والناحية الثانية اللي هي هذه على الهيكل أو بالعكس. مفهوم مفهوم. لماذا؟ لأنها بتدخل واحدة في واحدة كما تشوفوا لهنا، شفتوها؟ يعني من بعد عندما تقوم بتقفيل الباب بتتقفل بتدخل واحدة في واحدة، وبيقعد الفراغ اللي ما بين الباب والهيكل هو الفراغ المطلوب اللي هو 2 مليمتر وخلاص، بدون أن تحفر لا في الباب ولا في الهيكل. لهنا اخواني كما تشوفوا نقوم بعملية
تحديد السمك الواجهة اللي مشتركة من القفل باش نقوم بحفرها في الباب بواسطة الراوتر كما تشوفوا، بواسطة المسطرة هذه في الراوتر ندخل الحاجة اللي حاجتي بسمكها، من بعد نثبت المسطرة بالضبط ونقوم بتنزيل الراوتر لحد ما يوقف على المسطرة. هذا وريته لكم في فيديو سابق، ونقوم بعملية الحفر وتركيب القفل، مانيش باش نوقف عليها فترة طويلة لأني وريتكم العملية هذه بالتفصيل في فيديو سابق، اللي ما شافوش يقدر يمر له عن طريق الدائرة البيضاء اللي تطلع الآن على هذا الفيديو. بارك الله فيكم. بالنسبة إلى مقبض الباب هذايا والقفل اللي ركبتهم، كانوا قديمين جدا ومصديين وباليين، وكذلك كان القفل معطب، قمت بتصليحهم وتجديدهم رينوفيشن، ووريتكم كيفاش قمت بالعملية هذه بسهولة للناس الكل في الفيديو السابق، اللي ما شافوش كذلك يقدر يمر له عن طريق الدائرة البيضاء اللي تطلع الآن على هذا الفيديو. ولهنا اخواني كما تشوفوا يعني نقوم بعملية تركيب الباب وتعليق وتثبيت المفصلات من بين الباب وبين الهيكل. الباب خفيف كما تعرفوا لانه من الامداف، لذلك ما هوش ثقيل في الوزن جدا، لذلك سهل ان نقوم بتثبيته هكذا. من بعد نقوم بتقفيله، اموره واضحة، لذلك مش نقوم بتعليم مكان الوحدة اللي بيطبع عليها لسان القفل من الناحية الثانية اللي هي حديدية. كذلك نحط الرشمة متاعي كما تشوفوا لهنا، نتأكد منها 100%، ونقوم بعملية ثقب المكان مش يدخل فيه لسان الباب في الهيكل من الناحية الثانية بتركيب الوحدة هذه. قمت بالحفر كل شيء مريقل، نقوم بعملية تثبيتها باثنين براغي، واحدة من فوق وواحدة من تحت كما ينبغي. الان كما تشوفوا خليت ما بين فراغ ما بين الباب وبين الهيكل قطع من الاش دي اف او الخشب الخفيف 4 مليمتر على الدائر، لاني مش نقوم باستعمال الفوم الفيكس اللي يقدر يدفع الهيكل ويضغط على الباب، لازم لما يضغط يكون فما فارق اللي هو 4 مليمتر دائما دائر من الامام من ناحية القفل، من وراء من ناحية المفصلات يكون 2 مليمتر سمك المفصلات، من الامام 4. هذا هو الفوم كما تشوفوا، فيكس فوم، الفوم هذا بيلصق المتر المربع يتحمل قوة تلصيق ما يقارب 800 كيلوغرام، يعني إلى الأبواب هذه بيكفي 1000%. نقوم بتخليط الفوم جيدا، ونقوم بعملية رش الفوم على كامل الالتقاءات ما بين الهيكل والجدار اللي تثبت عليه الهيكل، وقتها الفوم هذا يعمل فيكساسيون يعني يلصقه بطريقة غير عادية قوية جدا، وكذلك بيتوسع بيدفعه، ومن ناحية ثانية يصير ما بين الباب والهيكل فما القطعة الخشب اللي هي 4 مليمتر اللي ما تخليش الباب امتاعنا عندما يضغط الفوم ما تخليش الهيكل يلصق للباب، ولي من بعد الباب يضرب عندما نقوموا بالفتح والتخفيل امتاعه، ما نشيلوش القطعة هذه الا من بعد ما ينشف الفوم بعد 4 ساعات على الاقل. من بعد ما ينشف الفوم كما تشوفوا نقوم بسحب القطع هذه اللي كبست بها ما بين الجدار والهيكل الباب، وقت اللي عبيت الفوم باش يكون فما فراغ جيد لتعبئة الفوم، وطوالي ناخذ السكين اللي هو سكين الكيتر اللي هو يكون حاد جدا، ونقوم بقص الزائد من الفوم اللي يطلع فوق الباب وفوق الجدار، الفوم هذا ما يلتصقش ما يقلعش الواجهة للجدار او للباب، يعني ما بيلصقش مع الاوراق هذه بين ورق الحائط وما بيلصقش مع الخشب اللي على الباب، يعني ما نخافوش منه. كما تشوفوا لهنا اخذت السكين ومش نقوم بعملية القطع كما تشوفوا لهنا على كامل الطول والعرض الاماكن اللي فيها الفوم طالع، باش يكون كل شيء عندي مستوي ان شاء الله. كما تشوفوا الطوالي من بعد ما شلت الفوم نشيل القطع هذه الخشبيه اللي قلت لكم عليها اللي هي سمك 4 مليمتر اللي تحط لي كما تشوفوا بعد ما تنشف الفوم الفراغ هو نفسه على الدائر ان شاء الله، ظهر لي كل شيء واضح. الاماكن هذه اللي فيها كما تشوفوا حفر هما اللي ثبتوا عن طريقها بالبراغي،
من الأجناب موجودة ومن فوق. الآن بعد ما ثبتنا أمورنا واضحة، مش نقفلوها بالقطعة الثانية اللي تجي في الكومبليكت مع الباب من الام دي اف إن شاء الله. نقيسه أول حاجة الناحية العلوية. الأجناب اللي فيها الحفور مثلا، شفتوه الحفر الداخلي هذا بيركبوا فيها براغي التثبيت اللي ثبتوا بيهم كما تشوفوا لهنا. من بعد بكلهم بيتقفلوا بواسطة الخشبات هذه اللي قلت لكم عليهم، تركب هكذا واحدة في واحدة، يعني بتدخل غاصبة ما عادش بتطلع، تولي هي تقفل على البراغي هذه وتولي هي كذلك تحط الباب لهنا يطبع عليها ما يخليش الصوت وغيره يخرج، وما تخليش الباب يتحرك أكثر من اللازم. الكرنيز اللي يجي على الداير، الكرنيز نفس الشيء يجي ام دي اف بنفس لون الباب كما تشوفوا لهنا. يعني لما تشتري الباب تاخذ معاه كل شيء وحدات وكلها معاه في الكومبليكت بنفس اللون اللي انت اخترته. الان بقطعه وبنرجع للتركيب. التركيب سهل ما نطولوش معاه، يعني بالضبط انا بنركب دائما عمودي 90 درجه، فما اللي يركب 45 درجه التقاء، كل واحد وكيفاش يحب، الاثنين طرق مقبولين. لهنا انا بركب بهذا المسدس المسامير، اللي ما عندوش يقدر يركب بالمسامير بدون الرأس الصغيرة والمطرقة. للأمانة الأبواب هذه رائعة قوية وجيدة. انت ما لازمكش باب بلاندي بين البيوت بين الغرف، يعني هذا ليس باب في الشارع، بيكفيك 1100 وسعره أرخص وأجمل، لأنه الألوان تختار أي لون عندك مع لون الحائط أو لون الأثاث اللي تحب أنت، الألوان الكل موجودة. بارك الله فيكم، دمتم في حفظ الله، وإلى اللقاء. لا تنسوا الاشتراك في قناة فكرة ديكور وتفعيل الجرس وكذلك شير وتوسيع نطاق مشاهدة الفيديو على وسائل الاتصال الاجتماعي. بارك الله فيكم وإلى اللقاء.